صباح النور غزلاتي، السلام عليكم. صباح الخير عليكم، صباح الرباح، صباح التيسير، صباح الفل، صباح الياسمين، صباح كل شيء جميل. اليوم انا البارح كنت قلت لكم في الفيديو انني كندير لا مارش مع الصباح، وانا نقول مع راسي علاش لا ما نشاركش مع البنات هذوك الخريجات ديالي ديال الصباح اللي كندير فيهم لا مارش على حساب الطيط اللي دايره، باش نشجع البنات حتى هما مع الصباح يخرجوا يعاودوا يديروا واحد الساعه ديال لا مارش زوينه. البنات كتخلي النفسيه ديالك مرتاحه وكتعطيك واحد الطاقه ايجابيه زوينه. وبهذه المناسبه نوريكم حتى الباريو ديالي، لانني كندير لا مارشي في الباريو ديالي ما كنبعدش، نوريكم الباريو. الباريو يعني الحومه اللي ساكنه فيها، نوريكم كيفاش دايره الحومه، يعني المكان اللي انا ساكنه فيه كيفاش داير، شي حاجه اللي زوينه ونقيه والناس ديالو ملاح، ماشي شي باريو كبير، باريو زعما صغير. وانا اليوم ما لبستش البنات البرديله حيت كاين الصهد، لبست هاد السنيدرات هادو زوينين حتى هما، راه السنيدرات رياضيين ديال صحاب الرياضه، تنصحكم البنات تشريهم زوينين كي كومودوس يعني مرتاحين. هنا في الباريو ديالنا كاينه هنايا واحد ستاسيون، وكاين هنايا عندنا البرجر كينغ فين تياكلوا بحال داكشي ديال الشكل ديال ماكدونالد وداكشي كاين حتى هويا. المهم هانتوما معايا البنات، اكتشفوا معايا الباريو ديالي وتعرفوا على المنطقه اللي انا كنسكن فيها. انا كنسكن في ساراغوسا. ساراغوسا هي واحد المدينه عاصمه في الاراغون، ولايه الاراغون في اسبانيا، مدينه ما كبيره ما صغيره، ولكن مدينه زوينه وتتمتاز. واحد الحفل كيديروه ديال لا بيرخين ديال دلار من العام لعام، وكيجيو الناس من اقطار اوروبا كامله كيجيو لهذا الحفل. هذا هو باش كتمتاز به ساراغوسا، وصراحه الله مدينه زوينه وحتى الناس ديالها زوينين. هما ماشي ما غنقولوش ماشي عنصريين، ولكن ما تيبينوش داك العنصريه، كيراعيو شويه الشعور، لا عندهم شي حاجه كيخبيوها لداخل. هانتوما معايا البنات، غادي نبقى نتمشى ونشم الهواء، الدنيا خاويه، 7 ديال الصباح، كنتلاقى غير مع الناس اللي غادي للخدمه والناس اللي كيديروا الرياضه. ولكن كاين واحد المفاجاه غنديكم لواحد البلاصه غزاله 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 البنات، واحد المنظر طبيعي زوين بزاف، لان انايا ورا داري واحد 100 متر هكا كاين واحد المنظر طبيعي، خليكم معايا تكتشفوه. اش قلت لكم البنات؟ واحد المنظر طبيعي. ها هو البنات، انا ورا داري كاين الواد وكاين الشلال، بحال واحد الشلال ديال داك الواد كيخوي منه الماء، واحد المنظر هائل زوين بزاف، كيعطيك واحد الطاقه ايجابيه غزاله مع داك الصباح، داك الجو، ديك الريحه ديال الماء. ها نتوما البنات شوف غزال داك الصوت ديال الماء، انا راه حيدت لكم هذاك الصوت على حساب الطوموبيلات وداكشي، لان الشارع كاين من ورايا. الصوت ديال الماء، داك الريحه ديال 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 الربيع، داك الجو زوين، باقي ما تخلطش بداكشي تاع الطوموبيلات، زعما واحد الجو زوين. كنشجعكم البنات حتى نتوما تعودوا تخرجوا مع الصباح تمشاو، تاخذوا واحد الطاقه ايجابيه باش تكملوا النهار ديالكم. هانتوما معايا البنات، نخليكم تستمتعوا معايا بهاد المناظر الزوينه بزاف. تشوفوا البطيطات، ويلي ويلي على البطيطات، يحمقوا عليهم ولادي. نجمعوا الخبز اليابس ويقولوا لي ماما نمشيو نعطيو البطيطات الخبز، حيت البطيطات كيبغي فيكم البنات، البطيطات واعرين وهكا تيولدوا تيكونوا كاينين بزاف. عيد دابا حيت الصباح بكري ما خارجينش، غزالين غزالين، واحد المنظر زوين. نكمل معكم البنات الجولة ديالي الصباحية في الباريو ديالي. هانتوما قلت لكم البنات غير صحاب الرياضة والناس اللي غادي للخدمة. غادي نشوفو هانتوما، شوفو شحال منظر شحال زوين، غزالة البنات غزالة. أنا كيحمقوني على البطيطات، نخليكم معايا البنات. حنا دابا انا البنات دابا انا غاديه بجنب الواد، يعني جنب الواد، انا نشدها كامله نتمشى ونحاول انني ندخل الاكسجين ونخرج ثاني اكسيد الكربون، يعني نحاول انني نستنشق الهواء النقي ونحاول انني نتمشى
يعني ندير واحد المجهود حتى نحس بقلبي تيضرب ونسمع الانفاس ديالي باش نعرف انني راه حرقت شويه الكالوريات. هنا حنا غادي نجيب جواد، منظر رائع، منظر زوين، الدنيا خاويه، سبعه الصباح باقي الشمس ما شرقات. ما كرهتش كل وحده تعيد تخرج مع الصباح وتدير بحال هاد الخريجات هكايا، زعما طاقه ايجابيه 100%. شوف نلقى الشارع لتحت وانا راني فوق، يعني هذاك الشارع اللي شفتو كيفصل بين الحي ديالي اللي اسميته كاسابلانكا البروفينسيا ديال ساراغوسا، وكاين هذاك الحي الاخر ما عرفتش سميتو صراحه الله. اللي كيعجبني انا في اوروبا انهم تيتهلاو الناس كيديرو خدمتهم. دابا شوفي ما كاينش الزبل، ما كاينش كلشي منظم، كلشي نقي، البلديه دايره الخدمه ديالها، السكان حتى هما المسؤولين دايرين الخدمه ديالهم، يعني كل واحد مسؤول على راسو. الا لحقتي الزبل غادي تخلص الدنيا صبارة باش ما تخلصوش. يعني الحمد لله الناس واعيين، ما غنقولوش كلهم واعيين ولكن تيخافوا من الضرر، يعني الا لحقتي الزبل غتخلص الضرر. في الخوف راه الخوف كيقطع الجلوس كيما تيقول. غادي نشوفو الناس اللي قالو لهم كري البنات. انا غادي ندور مع هاد الصوره هادي باش نمشي لدوك البيصه اللي كاينين، دوك العيبات اللي دايرين دايرها لايونتامينتو، يعني البلديه دايره واحد المكان اللي بغى يدير هكا حركات رياضيه يقدر يجي، يعني بوبليك ماشي هذا. وغادي ندور من هاد البلاصه هادي، غنبقى ليا غير شويه وغادي ندور. هنا كاينه واحد الفوينتي ديال الماء بحال كيما كنقولوا حنا السقايه، فيها الماء صالح للشرب، ولكن انا ما تنشربش صراحه، بلا ما تنشربش منه. تنجيب معايا قريعه ديال الماء تنشربش منه لان بوبليك، يعني يقدر شي واحد يشرب منها صراحه. لا واحد كل واحد يشرب من القريعه ديالو احسن. وكيف ما تشوفوا البنات هذيك الشيء، داك الراجل اللي لابس الازرق غادي مع ديك البليصه، ديك الطواله كلها بقات الواد، ديك الطواله كلها بقات الواد، ومع الصباح تيخرجوا عاوتاني الناس هنايا الكلاب ديالهم. هذيك الطواله كلها بقات البنات واد. حتى البنات انا غادي نضرب الدوره من هنايا باش نمشي ندير شويه ديال الحركات الرياضيه، نحاول ما امكن. شوفوا البنات عاوتاني هنا بقى الواد واقفه في الجنب ديالو، كاينه هذه بحال قنطره، الواد من هاد الجهه وبقى الواد من الجهه الاخرى. هنا البنات كاين واحد بوينتي اخر عاوتاني، واحد السقايه اخرى هنا فين كاينين هادوك الالات اللي بغا يدير الرياضه ويخدمهم، كاينين يعني ديال عامه الناس ماشي ديرهم البلديه. قلتلك هنا في ساراغوسا، نهضر على ساراغوسا لانني بحكم انني ساكنه فيها، كل حي فيه بحال هادو اللي بغا يدير الرياضه. واحد الكرمية البنات مثقله بالكرموس كي مازال ما طايب، هانتوما شوفوا مازال ما طايب، هاي طيب ما تلقايهش. كاينه هادي وكاينه هادي، راه كانوا زوينين دابا مع شحال هذا باش جاتهم البلديه، راه بداو تيتكرفصوا. راكم عارفين البنات الحاجه ديال الناس كاملين ما تتبقاش زوينه كيف اول مره. المهم هما باقيين خدامين، ماشي كون دابا باقيين خدامين، راني انا كنجي كنخدمهم، نخدم فيهم شويه وكندير 5 دقائق في كل اله وكنمشي في حالي، يعني كنكمل انني نتمشى. انا كنبغي نتمشى اكثر من نخدم، هادو غير كنبغي ندير 5 دقائق كنخدم هنا كنخدم الكرش و
صافي. وهنا كاين واحد الباركي صغيور ديال الوليدات بحال يجي مع وليداته. وكما قلت لكم البنات انا كنشد هاد الطواله كامله كنشدها بتيت فولي وكندور على داك الباركي كامل، يعني كنديرها ثلاثه المرات اربعه المرات كنمشي كندير تيت فولي وكندور على الباركي كامل، كنشدها شي اربعه المرات خمسه المرات كنديرها، ومن بعد كنرجع للدار كنجيب ديك الدوره كامله هكايا وكنرجع للدار. يوميا عندي انا هاد القضيه مع السبعه الصباح، ما كنديرهاش غير السبت والحد لان كيكون الزوج في الدار ما كنديرهاش، ولكن الايام الاخرى غير كيمشي الزوج للخدمه كنخرج، وكيخرج للخدمه انا كنخرج ندير لا مارش ديالي وصافي كنخلي وليداتي ناعسين، وملي كندير السويعه ديالي كنرجع. دابا ني صغيره غادي نسالي وغادي نمشي للكامبون تقدا ونرجع. دابا انا البنات راني راجعه دابا للدار، الفيديو كان طويل صراحه الله قطعت منه بزاف باش يقدر يتحمل لي على اليوتيوب. دابا البنات انا راجعه للدار، كنتمنى هذه الخريجه الصباحيه تعجبكم، وعلاش لا حتى نتوما البنات ما تشجعوش وتبقاو تخرجوا ديروا لا مارش باش تكتسبوا الطاقه الايجابيه. البنات تكتسبوا الطاقه الايجابيه لانها هي كل شيء، كتحيد منكم العجز وصراحه الله كتخليكم نشيطين، وحتى المزاج ديالكم تيكون زوين، تيكون المزاج عندكم زوين. كيف ما شفتوا البنات في الاول خرجت من الهيها وضربت الدوره، ودابا راجعه من اللور، ودابا غادي نمشي للدار نفيق وليداتي نطيب الفطور نجمع داري ونشوف شنو غادي ندير ان شاء الله. يلا البنات الى اللقاء، الى عجبتكم هذه الخريجه خليولي لايك وتعليق وشير وسبسكرايب، ومع السلامه.